التحية متجددة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات متواصلة شوطا تلو الآخر. أعلنت انطلاقة الشوط الثاني عشر الذي يحمل في طياته العديد والعديد من الجعدان المهجنات. الأصايل نتمنى التوفيق لجميع الإخوة المشاركين والحاضرين في صباح هذا اليوم. نسير مع المقدمة، مع الصدارة، مع البداية الأولى. شاهين لسعيد بن مطر بن سالم بالعرطي الحميري، من يقدم لنا شاهين على أول المراكز، بينما النغلة مع ثاني المراكز. هذا جميل، علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي من يقدم لنا جميل، بينما النغلة إلى المركز الثالث. ثالث المراكز، ثالث التحديات هنالك اللي وصل الوصول من لسهيل بن حمد بن يطبع العامري، من يقدم لنا ناهل مع ثالث المراكز، بينما النغلة النغلة مع المركز الرابع، رابع المراكز، رابع تحديات. الوصول من بدر عبد الله بن حميد بن كديدة الفلاسي، من يقدم لنا بدر مع المركز الرابع، بينما النغلة إلى خامس المراكز. هذا اللي واصل ريحان لسعيد بن عتيق، أيضا بن بدر بن راشد الرميثي، من يقدم لنا ريحان مع المركز أيضا الخامس، المركز السادس. الوصول من الكايد عبد الله بن قصاب بن مصبح راعي الطيرة العامري، المقدم لنا الكايد مع سادس المراكز. المركز السابع وصل شباب لسالم بن سعيد بن سالم بن حمد العويسي، يقدم لنا شباب على سابع المراكز، بينما النغلة إلى المركز الثامن. هذا بارود عمر بن علي بن بخيت المسافري وتاسع المراكز، هذا اللي وصلنا نبهه لسالم بن سعيد بكاسب المسافري المركز العاشر. الوصول والدخول من النايب لمحمد بن حمد بن خريبيش العويسي، لكن نكتفي ونعود مع المقدمة، عودة مع الصدارة، عودة إلى البداية، إلى المقدمة، إلى الصدارة الأولى. هنالك اللي يتقدم الكايد وعبد الله بن قصاب بن مصبح راعي الطيرة العامري، من يقدم لنا شعاره، من يقدم لنا الكايد على أول المراكز، أول التحديات، بينما الملاحقات من أيضا جميل علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي وثالث المراكز. هذا ريع لسعيد بن عتيق بن فتر بن راشد الرميثي، من يقدم لنا ريحان على ثالث المراكز. المركز ايضا الرابع من ناهل اللي واصل لسهيل بن حمد بن يطبع العامري، يقدم لنا ناهل، ودخلنا جولة الاوامر. المتر الأخير، الكيلو والمثير، كيلو الامتحان، صراع العمالقة يا مضمرين. هنالك الكايد، الكايد ما زال محافظا على المقدمة، محافظ على زمام الأمور. أيضا عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطيرة العامري، يقدم لنا الكايد على أول المراكز. المركز الثاني وصل جميل
علي بن سلطان بن رشيد الكتبي يقدم لنا جميل على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث اللي وصل ريعان لسعيد بن عتيق بن راشد الرميثي والملاحقات هنالك من الرسمية أيضا معيوب بن سعيد بن عويس الدرعي يقدم لنا الرسمية على رابع المراكز. لكن خلاص خلوني مع المقدمة مع الكايد عبد الله بن غصاب بن صبح راعي الطيرة العامرية، هنا يقدم لنا الكايد يقترب من خط النهاية يبحث عن الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمالك الكايد عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطيرة العامري، سلام وتحية واحترام لمالك هذا الشعار. المركز الثاني وصل الرسمي معيوب بن سعيد بن عويس الدرعي، ثالث المراكز كان هنالك ريعان لسعيد بن عتيق بن راشد الرميثي، تهانينا والناموس لمالك الكايد عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطيرة العامري. وتوقيته الزمني 6:19 توقيت الكايد، تهانينا والناموس لجميع الأخوة المشاركين.